إنه ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته وسعادته في الدارين من تلاوة كتاب ربه آناء الليل وأطراف النهار، وتدبره وإطالة النظر فيه، وجمع الفكر على معاني آياته، فإن ذلكم يطلع العبد على جوامع الخير والشر وعلى حال أهلها، ويريه صورة الدنيا في قلبه، ويحضره بين الأمم السالفة، ويريه أيام الله فيهم والمثلات التي حلت بهم أو قريبا من دارهم، فيرى المتدبر غرق قوم نوح، ويعي أثر صاعقة عاد وثمود، ويعرف غرق فرعون وخسف هامان، ويستوعب ماهية طريق الشر وعاقبة أهله، وماهية طريق الخير ومآل أهله، ولا يظلم ربك أحداً.